كنعاني ومازال كنعاني من الفعاليه من اللي في كاسيتي، ولكن كنشوف التالق ديال رحيم ايوب الكبير. واش ممكن نقولوا بان نهايه ديال هذا المسلسل ممكن قد يكون اكثر فعاليه، خصوصا اليوم كتوفر على تبارك الله مواهب كثيره اللي ممكن تغير المنتخب؟ صحيح عندنا ضغط لان 2025 كتكون افريقيا، هنا الشعب المغربي كيطالب باش كاس افريقيا تبقى في المغرب، وهذا المطلب ديالنا جميعا. ممكن ان شاء الله نكونوا يعني مع التالق ديال الرحيمي والكيفي وضعنا حد لو موك ديفيكاسيتي اللي عانيناه في لاكوب دافريك. شكرا لكم. مزيان بعدا ملي قبلتي ملي كان عندنا موك ديفيكاسيتي بعدا مزيان، عجبني السنه لاكوب دافريك بحال اللي ما جاوناش لي زوكازيون وما كناش في المستوى ديالنا. دونك ديجا ملي كتهضروا على ليفيكاسيتي سا فيدير كان عندنا لي زوكازيون وما ماركيناهمش. بون ايوب كان معنا بعدا دونك ايوب ماشي بحال اللي ما كانش. سفيان رجع حتى هو باش ما نكذبوش، اللي كان فرح سمع الميساج ديالي ديما كنقولها ملي كنقول ما عندي حتى شي حاجه مع اللاعبين اللي كيستاهل خصو يجي. سفيان خدم دابا عام ونص، ماشي هي بزاف مرة كيسحب لهم بزاف، حتى عام ونص ما هي والو، دونك خدم عام ونص باش يرجع وكيستاهل. وفين كيستاهل؟ على جبال في لا ميور دي كومبيتيسيون هي لا تشامبيونز ليغ، وملي كتماركي في تشامبيونز ليغ بحال اللي دار، وملي خدم وملي عمرو ما هدر، هنا كتشوف لاعب كبير عمرو ما سمعتوش كيهضر، ديما خدم. هو الميساج اللي بغيت نسرب في هذا المنتخب بلا ما نهضرو، خدم وملي غتستاهل غتجي. من بعد انا خصني نحط له دي مينوت باش حتى هو يبين، غنشوفوا واش غنحطوها له في الماتش الاول في الماتش الثاني. بالحق اول حاجه بغيت نقول له برافو، هي واحد عنده كومون جو دير لا فولونتي الرغبه يرجع باش يرجع في المستوى ديالو ويخدم على المنتخب. مزيان هو ليكزومبل اللي بغيت نحطيه في المنتخب. قبل كانوا كيجيو غير على الناس كيغوتوا ولا الناس خدامين وباغيين يجيبوا واحد الصحه، هو خدم كان عنده 8 بوت شامبيون سيغ ازياتيك، سي بيتيت لو ميور بوتور. برافو لسفيان وانا فرحان يجي وفرحان يجي يعاوننا. دونك حتى هو يقدر يعاوننا باسكو عنده اون سومون بحال اللي قلتي عنده لا كاليتي دوفون البوت باش ان شاء الله يعاوننا في ليفيكاسيتي.